يدرك أي معتقل أن لحريته ثمنا، والثمن بطبيعة الحال يتباين حسب التهمة والجريمة والأحكام والبلد. أما إذا كان الاعتقال أصلا في فندق من 5 نجوم، والمعتقلون أمراء من الأسرة الحاكمة، ووزراء سابقون وحاليون ورجال أعمال متنفذون في السعودية، فإن الحرية حينها قد تشترى بالمال. وحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، فإن السلطات السعودية بدأت إبرام اتفاقات مع بعض الموقوفين في الحملة على الفساد تتضمن تخليهم في بعض الحالات عما يصل إلى 70% من أصولهم وأموالهم مقابل نيل الحرية في إطار تعويض خزانة الدولة المستنزفة حسب رواية الصحيفة. وبدورها نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع على سير الاتفاق رفض الكشف عن اسمه لكون الصفقة غير معلنة رسميا موافقة مسؤول كبير سابق على التخلي عن ملكية أسهم ب4 مليارات ريال سعودي، وبدأ أحد رجال الأعمال سحب 10 ملايين من الريالات من حسابه بعد أن وقع على اتفاق مع الحكومة. وفيما لم تعلق السلطات السعودية على هذه التقارير، فإن الاتفاقات تشمل حسب تلك المصادر فصل الأموال السائلة عن الأصول كالعقارات والأسهم، والاطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية للمعتقلين. ولدى سؤاله عن صفقة دفع الموقوفين أموالا مقابل نيل الحرية، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن إن ولي العهد السعودي يقوم بعمل جيد في تطوير البلد، مضيفا أن واشنطن تراقب الوضع.